نظمت إدارة الشؤون الصحية في إدفو قافلة علاجية بقرية السماحة التابعة لوادي الصعايدة ومركز إدفو بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم إجراء الكشف الطبي على أهالي القرية وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في إدفو وأسوان لعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسية وحالات أخرى تحتاج لعمليات جراحية. النهارده بصدد عاملين قافله طبيه بجميع التخصصات في القريه، جراحه وعظام وانف واذن وجلديه وتنظيم اسره ورمض وباطنه واطفال، ومعانا علاج طبعا، والقافله دي كلها مجاني في القرى، واحنا ان شاء الله باذن الله عاملين خطه لوادي الصعايده عشان القرى اللي هي محرومه من الخدمات.